تتمنى مني روح. اوكي طبعا اشتريت جلتي فابريكاسيون دو تويو بالاصابع طيب استخدمه كثير، كنا يستخدموا كثير هلا اخف لانه بسبب كونه بسبب مشاكل كبيره. دو بوتري دو بانتور عشان الرسم يعني ده تيف بور اسونس اي دو باتري دو ستوكاج بحطوه كمان بعد بنزين تعرفوا بنزين برصاص وبالرصاص وباتري وبالطاريات لانه موبيل اليسونس او بلومب سون البرنسيبال سورس دو بلومب اتموسفيريك. بالنسبه للبوليكون اتموسفيريك بالبلومب اهم سورس هو الترانسبور النقل للبنزين اللي بقلب الرصاص. بالطبع التكليف البروناتيك اللي كالكو ذنني رأيها قديما من فترات الفترات السابقة بفترات ال من يعني بفترة بالفترة الزمنية السابقة كان قبل ما ينتبهوا على موضوع لو أثر البلومب المأذي كان غالبية البنزين بيحطوا له كميات من الرصاص من البلومب وهذا الشيء أدى لكونسنتراسيون عالية من البلومب الأتموسفير وسبب مشاكل صحية. أوكي لورسك ريسونس او بلومب ابرو لي بلومب اللي بريدون طبيعة هلا حاليا بعده شوي في رصاص بالبنزين بنسب قليل وال 92 اوكتان مثلا احسن من 95. لورسك لي بيرسون او دي زانيمو ريسبير دو بلومب بوندون بيريود دو تون اكوميول دون لو كور بو اندوميجي لو سيرفو او لي ران يعني بعد طريقة الحيوان ملوث وبيعمل مشاكل على مشاكل صحية على مستوى الدماغ او الكليوي كمان واكيد على مستوى السمر سبلاتوار. اجوردي لا بلوبار دي فواتور utilise les sens sans plomb, mais il y a encore beaucoup de sens au plomb vendu et le plomb continue d'être un polluant majeur en particulier dans les villes. Et le problème qui va être quand même, voilà un cas qui est très ça fait se débattre la matière de la qualité du benzène, le brassard du benzène par l'essence. Mais qu'il y a pas d'autre. Hâte le benzène, nous sommes là pour dire, nous avons pas d'autre pour le brassard. Mais qu'il y a pas d'autre. Hâte le benzène, nous sommes là pour dire, nous avons pas d'autre pour le brassard. Mais qu'il y a pas d'autre. Hâte le benzène, nous sommes اوكي هلا كبير المتآمرين على الكره الارضيه والديوكسيد الكربون هذا كل يوم هيدا هلا اثره هذا هون اثره انا بعد عملت هون شوي بطريقه شوي محدود يعني عن اللي هو الاثر مباشر على الانفيرونمون وعلى الصحه ولكن الديوكسيد الكربون بشكل عام وغيره من البوليون اللي كذا اثره جدا واسع على مستوى جلوبال بس بعد ما كلمة على السريع بعدين نرجع نوسع بهذا الموضوع. ديوكسيد الكربون بطبيعة الحال مصادره غيره أكيد أكثر شيء مصادره من الكومبوستيبل الفوسيل يعني خاصة لموضوع الترانسبور. إذا بيكون ديوكسيد الكربون أصلا خطرها بلومون أوغمونتي أوكور دو دوت نفي مثل فيكل أوريزون دو سيلاسيون دو شاربون دو بترول دو كاز ناتورال مع اكتشاف هالطاقات هذه من الكومبوستيبل الفوسيل سواء فحم أو غاز أو نفط وحرقهم عم بيولد كميات كبيرة من طبيعة من ثاني أكسيد الكربون أكيد. يتروف دي ديتليزاسيون كوم كمان ممكن الاستخدامات بقلب البرادات بقلب الطفايات الحريق اكستنكتور اذا ذا كربونيزاسيون دي بواسون بيبسي كوكا كولا كل شيء بقلبه كل شيء بقلبه ديوكسيد دو كربون اللي فور وكله هول كمان بقلبه ديوكسيد دو كربون هذا هو اللي بسبب لي عمليه الفوره هيدي. دي كونسنتراسيون بلو الفي بوف افكتي لا فونكسيون ريسبيراتوار اي بروفوك اون اكسيتاسيون تو فيديو اون ديبرسيون دو سيستيم نيرفو يعني أكيد سبعة لي منه بتأثر على التنفس سبعة بقول أكيد أو شيء أو شيء بتعمل إكستاسيون يعني هاي بعدين بيرجع له يشط على الآخر وضعه لترافيور بريف مو أكسبوزي أدي كونسنتراسيون تري ال في أون دي فيت كل الدماج على ريتيني إذا يعني إذا استخدم هي أثر تعرضوا للكونسنتراسيون كثير عالي من السو دو هالشيء ممكن يؤدي لمشاكل بالشبكة العين خاصة بالتقل المياه مثل عندهم بصير فيهم يطلعوا بالضوء بصير الضوء كثير مأذي لهم فوتوفوبيا يعني بخاف من الضوء عمليا. دي موفمون اوكولير انورمون حركة العين بتصير عشوائية. اون كونستركسيون دي شانف ديال يعني حتى لو النظري بضب بطل فيهم يشوفوا الزوايا هاي اوكونستركسيون دي فانجل مور الزوايا اللي ما فيني يشوف فيها بتزيد اللي بضب حتى لو النظري بتصير اقل. لي غاز افيد دو سير اكيد كونتربي كون اشوفمون كليماتيك السي او 2 هو بيهم كل اللي كذا في دوسير وهو بيأثر بشكل كبير على موضوع الشوفمون كليماتيك والتغيرات المناخية اللي لها علاقة بالشوفمون كليماتيك. مصادره عديدة بس أكبر مصدر له هو النقل ترانسبورتاسيون منه 50% التاج الكهرباء 16% المصانع الأنواع 13% من البيوت فتح التدفئة مثلا من البيوت وغيره 8% وبشكل عام أشياء تجارية أخرى 4%. بعدين الهيدروكربيور او الكومبوزي اورجانيك فولاتيلز كمان الهيدروكربيور هو كومبوزي اونيكمون هيدروجين وكربون
الكومبوزيت اورجان فاتي اللي بيضموا الهيدروكربون بقلبهم، لان يعني فيهم يكونوا كمان قلبهم اكتر من الهيدروجين والكربون، ولكن كل الهيدروكربون هن صار دي كومبوزيت اورجانيك فولاتيل. الكومبوزيت اورجانيك فولاتيل اللي كان صار دي كومبوزيت ثيك بارتيكيب او بروسيس فوتوشيميك اتموسفيريك، اكيد هذه قلنا مثل هن والازوت تقدر تعطيني مثلا الاوزون مثلا. كومبوزيت اورجانيك فولاتيل كومبوزيت هيدروجين والكربون بيف ايجالمون كونتونير دي زيليمون مثل الاكسجين الازوت الصفر الكلور الفلور. قلنا لك ان الكمبيوتر الاورجانيك فولاتيل قلبه اهم شيء هيدروجين كربون، بس فيكم معهم اشياء ثانيه. الهيدروكربون هن بس هيدروجين كربون، هن جزء من الكومبوزي اورجانيك فولاتيل. لي ديفي سور لا سونتي كومبرين ان اريتاسيون دي فيو دو ني دو لا غورج مو دو تيت بيرد كوردينياسيون نوزي دوماج او فوا او ران او سيستم نيرفو سنترال. اريتاسيون دي فيو مفهومه حكي بالعيون يعني بالمنخار او بالزلعين وجع راس بيرد كوردينياسيون اللي بيشوفوا التوازن يعني غثيان تو مشاكل بالكبد بالتلاوي وبالسيستم نيرفو سنترال. Les émissions du composé organique fossile sont produites pendant la combustion et leur taux de production est affecté par le temps passé dans la chambre du combustion. يعني العملية يعني بين تجمع نوع الحرق خاصة حرق نرجع على الكومبوستيون الفصيل بطبيعة الحال. وقد الكمية والنوع والكمية اللي عم يطلعوا مني اللي عم يطلعوا من هالحرق هذا له علاقة بشو؟ بالطون باسي دون لا شامبر دو كومبوزيسيون وقت الحرق يعني بهالغرفة هي لو ميلانج دو كاربيرون اي لير قد ايه في ميلانج بين هال عم يحترق والهواء الحرارة عم بيصير عليها عملية الحرق اذا في حركة تربيلانس او ما في حركة والبريسيون اي لا كونسبسيون دو لا شامبر يعني الضغط بقلب غرفة الكومبوستيون. لي سورس انتروبيك سور كاربور كومبرين لي اوبيراسيون دو نتواياج ا سيك l'atelier de peinture automobile, les usines chimiques, les émissions automobiles, les stations-service et les installations de traitement des déchets. Quelle est la source anthropique de la composé organique volatile? Ok, je vais vous dire, la source anthropique, c'est un peu de dry cleaning, la peinture, ok. لذي المصانع الكيميائية بثلاث أنواع الإيميسيون أوتوموبيل من السيارات يعني الستاسيون سيرفيس الانستالاسيون دو تريتمون دي شي عملية التخلص من النفايات عملية التخلص من النفايات كمان بينتج منها كمية كبيرة من الكومبوزيت الأورجانيك فولاتيل سواء كان مطامر بطبيعة الحال أو حتى بالموضوع الحرق انسينيراسيون. الكومبوزيت الأورجانيك فولاتيل كان اوتيليزي دون لا فابريكاسيون دو كول بالصموغة وبالبانتور كم بيستعملوها كسولفون للتدويب يعني. اخر شيء بس السورس والديستربسيون للبرنسيبو بوليون اتموسفيريك اطلقوا انه اكبر عامل زي كذا مع الكورونا الارض تنفس صعداء شوي لانه خفت نقل بغالبيتها القصوى تحدود 85% صار في يعني 85% من النقل واقف حاليا بقصد النقل الدب هو مصادر التلوث الهواء قد 57%. بعدين في عندي الكومبوستيون للكومبوستيون الفوسيبل بس مش بكل شيء غير النقل اوكي مثل كهرباء وات ايفر انتاج الطاقة بكل شيء 21%. فبالتالي عمليا الكومبوستيون للكومبوستيون الفوسيل هي العامل الرئيسي 57 مع 21 78% زي من الكومبوستيون الفوسيل. بعدين بالصناعات وثلاث انواع 12% واخر شيء كل باقي ما تبقى كله سوا 10%. وهذا عمليا اهم مصادر التلوث الهواء اوكي لحديت هون احنا حنوقف تم الاتفاق على انه نخفف لكم شوي المحتوى كل اسبوع مشان يكون معكم وقت اكثر. بقى لحديت هون بنوقف ونشوفكم ثلاثه.